بأدواته الدراسية يرسم طارق محمد مخططا هندسيا ضمن مواد دراسته في المعهد التقني بمدينة تعز. طارق وغيره من طلاب هذا المعهد يشعرون بفرحة عارمة بعد استئناف الدراسة وعودة المعهد التقني من جديد بعد حرمان 5 سنوات مضت. حاليا نشعر في سعادة بحيث أن تم إعادة المعهد هذا. سابقا عانينا في السابق انقطاع 4 سنين وقد أصاب شلل في هذه المدينة، وعدنا في الدراسة في المعهد التجاري. تم قسم المعهد التجاري نصفين لنا والمعهد التجاري، وعانينا من عدم توفر القاعات وشحة في الإمكانيات. بفضل الله حاليا عدنا لهذا المعهد. حضور لافت لطلاب المعاهد المهنية والتقنية في تعز رغم فقدان الكثير من معدات الدراسة والإمكانيات التي كانت متوفرة. نحن بدأنا في دراسة المعهد، وكما ترون تم فتحه عما قريب، ونحتاج إلى قاعات ومراسم، ونحتاج إلى داعمين أيضا ليروا الكراسي الذي ندرس عليها منذ قديم الزمان، وإن شاء الله سنواصل المسير وننجح ونحقق أحلامنا. بعد انقطاع دام 5 سنوات عدنا إلى المعهد التقني الصناعي بعدنا إلى المعهد التقني الصناعي منذ أسبوعين، وبدأنا الدراسة بالحالة الموجودة وبالإمكانيات الموجودة الصعبة، ولا نزال نرجو ونطالب الجهات المعنية بالترميم والتأثيث، وكذلك نطالب الجهات القادة العسكريين المتبقين داخل المعهد تسليمنا باقية المبنى والورش والإدارة العامة. ورغم عودة الدراسة إلى تلك المعاهد المهنية والتقنية، إلا أن ثمة معاهد تضررت كثيرا من الحرب، وهناك ما زالت تحت سيطرة الحوثيين في الحوبان. لدينا 15 معهد في المحافظة، تعرضت 7 معاهد منها للتدمير، معانا 5 معاهد تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، و10 معاهد موجودة في داخل المدينة. هذه المعاهد تعرضت معظمها لأضرار بسبب الحرب الميليشيات على تعز. الآن نحن بصدد إعادة تأهيل هذه المعاهد وإعادتها للدراسة، ولدينا خطط مستقبلية. نحن لدينا حرمان كبير في تعز من المعاهد الفنية. تفاؤل كبير لطلاب المعاهد في إكمال دراستهم والسعي في بناء مستقبلهم في هذه المدينة المحاصرة. بعد سنوات من الانقطاع عاد طلاب المعاهد الحكومية في تعز إلى مقاعدهم ودراستهم، إيمانا منهم بأن العبور الحقيقي للمستقبل هو التعليم والمهارات التي يكتسبونها في هذه المعاهد التقنية والتي حرموا منها لسنوات. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.